دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي القوات الأمنية إلى استمرار اليقظة وتكثيف الجهود الاستخباراتية وعدم السماح لعناصر تنظيم داعش بالعودة مرة أخرى. وخلال زيارته لموقع مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها، أكد عبد المهدي أن حالة الأمن والاستقرار التي تسود مدن العراق هي ثمرة للبطولات والتضحيات التي سيخلدها التاريخ.